مشاهدينا المتابعين جميع المتابعين، كنحييكم مدينة وجدة في هذه الأجواء المسائية بطبيعة الحال. إذا كما كتشوفوا معايا هذه العربة الجميلة ديال كريب سيمو 48، كما كتشوفوا هو الأم ديالو، يعني دار واحد المشروع صراحة جميل جدا هنا في الجردة ديال القدس، حي القدس، جردة معروفة هذه في مسجد الجامعة طبيعة جامعة محمد الأول. كما كتشوفوا معايا نحاول نبعد شوية باش أنه تشوفوا معايا هذه العربة الجميلة بطبيعة الحال، ونتمنى أنه تبارطاجي معنا مباشر نتعرفوا عليهم ونعرفوا القصة المثيرة ديالهم لمحاربة البطالة بطبيعة الحال. كما كتشوفوا فكرة جميلة، غادي نقربوا. سيسي مورا خدام، السلام عليكم. كما كتشوفوا هي الطريقة ديال صنع الكريب بطبيعة الحال، هما خدامين. مشروع جميل جدا صراحة، وحتى الأثمنة مناسبة جدا، وكان إقبال ديال الطلبة وحتى الناس العاديين اللي كيجيو عندهم هنايا، تبارك الله عليهم. حتى الرائحة شهية جدا، كما كتشوفوا معنا خدامين. نتمنى تبارطاجيو معنا هذا المباشر، هذا نستناو الإخوان الأخوات كيصاوبوا حتى بشوكولا، يعني كاليتي كما كتشوفوا معنا. خدامين، الطريقة ديال الصناعة ديال الكريك بطبيعة الحال، كتشوفوا معنا سي سيفو خدام تبارك الله عليه، كيوجد للزبائن ديالهم. اللي غادي يعطينا التصريح حنا مباشره، مرحبا بكم معنا على قناه شوف تي في، تعرفوا عليكم سي سيمو ولا الوالده. تبارك الله عليك، شكرا. عطيني الخيط اخويا محمد، بسم الله. السلام عليكم، تبارك الله عليك، الله يبارك فيك سي، بارك الله فيك، طول عمرك. لطيفه، بغيناك تهضري لنا على هذه الفكره كي جات تبارك الله ديال هذه العربه، باش انكم يعني واحد المشروع اللي تحاربوا به البطاله. ان شاء الله يا ربي. المهم السلام عليكم جميع مغاربه خارج الوطن وداخل الوطن، وكان نشجع هاد الشباب اللي خصوصا اللي عنده مثلا دبلومات وعنده قاري وما ساعدوش الحظ مثلا يكمل الدراسه ديالو ولا يشد شي منصب مثلا في الدوله ولا في، المهم يدير شي مشروع، يبدا شي مشروع بسيط، ما يبقاش جالس، يعني يحرك يده، ياخذ ليك اكسبيريونس، يقرا شي ديال كاين بحال اللي صرح بها الملك صاحب الجلاله نصر الله، قال لهم مثلا ماشي يركزوا مثلا ضروري يخرج دكتور ولا يخرج محامي ولا يخرج، كاين التكوين كيعطي فرصة للشباب باش ياخذوا صنعة، يتعلموا شي صنعة في يديهم، شي حرفة اللي تنفعهم يزيدوا بها القدام، علاش لا؟ لهذا أنا كنشجع بعد الشباب اللي عاطل اللي جالس في الدار يقول لك أنا ما عندي ما يدار ولا ما عندوش شي فكرة شنو يدير، ينوض يتحرك، يتوكل على الله، يبدا ولو بمدخل يعني بشي حاجة بسيطة، ماشي مشروع تبدا بشي حاجة كبيرة أو لا ما ندير حتى شي حاجة، بإمكان يبدا بشي حاجة بسيطة ولو 5000 درهم 4000 درهم ياخذها كريدي وماشي مشكل، يتضارب يتحرك باش ينحربوا هاد البطالة، خصوصا منطقة الشرق، منطقة شرقية راه الصراحة راه خصهم يديروا هادشي شي حاجة للشباب باش يخدموا، ولكن ما تسناش مثلا شي واحد يدق عليك في الباب ويقول لك ها شنو غادي دير وشنو غادي دير، ينوض يتحرك، راه كاين ما يدار، بلادنا فيها ما يدار صراحة تقال، ومن مساعدة السلطات حتى هما كيبغيو الدراري فين يتحركوا فين يبيعوا يشريوا كيشجعوا، كيجيو عندنا الناس خدامين في مع السلطات كيقول لك ما شاء الله تبارك الله كيتقدوا علينا لي كخيب، كخيب سيمو غني عن التعريف، اللي داقوا واللي شافوا واللي الله يطول لي عمركم بارك الله فيكم. سيمو داك اللي هاد الشاب اللي قرا ما ساعدوش لحد في الدراسه والتجا للتكوين، دار عامين دو ريستوراسيون فندقه وكان خدام صراحه، وقال لك ماما نبقى خدام عند الناس واحد الثمن
ناقص و قال لي من الاحسن انا كانت الفكره ديالي وديالو يعني في نفس الوقت كان اختاريتو بالضبط لي كريب اختاريتو شي حاجه اخرى هذه واه انا نقول لك كيقول حد مثلا خالف تعرف يعني كان هو ما عندوش مع الكوزينه بصفه عامه ولكن هاد التويشيات ديال الكريب وهذه دار الفورماسيون عليها شكروه لقى اقبال من الناس قالوا هاد اللمسه ديال سيمو عند واحد اللمسه خاصه في الكريب يعني مع نقولوا نفس كطيبوا بالنفس بحب وكتعطي واحد الحاجه حيت الانسان اللي كي ملي كتعطي شي حاجه بحب وكتكون واثق شنو كتعطي وكتحبها كتعطي فيها اي مجال اللي كتبغيه كتعطي فيه ما كتبغيش كيدخل داخل كيكون داخل عليك ولا ما كتبغيش ما غاديش تعطي فيه في اي ميدان ماشي غير الكريب ولا بالنسبه للاثمنه شحال كتحسبوا الاثمنه هذه ثمن جد مناسب صراحه لجميع فئات شريحه المجتمع يعني اللي عنده اللي ما عندوش راه حنا في هاد الجهه هذه ديال الطلبه صراحه خدامين مع لي باساجي والطلبه الصراحه كريب نوتيلا مثلا 13 درهم اوريو 16 ديري مثلا كيندر ديري 15 كراميل دايرين 13 يعني الثمن جد مناسب الثمن مناسب يعني اللي تشهى يجي اللي تشهى وتا والله الا كيجيو الدراري كيقول لك هاد الريحه شحال واحد كيكون عيد عايز شم داك الريحه كيرجع كيرجع ياخذ واه الصراحه بارك الله وكنديروا تيراميسو كنديروا مثلا لي دونات صغيورين كنديروا لي غوفر لي بانكيك كنديروا بيتزا ميني بيتزا سير كوموند علاش لا حيت كيبغوا شي حاجه حلو مالحه كنديروا الصالي ولكن دابا حاليا مع الصالي كلشي تزاد شويه راكم عارفين الاسعار شويه بالنسبه للوقيته اللي كتخدموا فيها انتم كتخدموا يعني بوندون توت لا جورني ولا غير واحد الوقيته اللي لا حنا كنخرجوا مثلا مع 3:30 4 كاع 4 4 ل 10 الليل تبارك الله يعني انسان يخرج عندك واحد الجوده في واحد الاتقان والجوده والنظافه راه اي واحد يبغيها راه كيجيو الطوموبيلات هنايا ما شاء الله تبارك الله كيجونا الناس منين ومنين راك عارف واش دارت تبارك الله كبرات كيجيو منين وكيطلبوا كيقول لك راه حنا شناكم في انستغرام خصنا ندوقوا لك خير واللي داقوا كيرجع لنا بيان سيغ راه حنا كخيب سيمو راه عندنا سيمو شحال واصل الانستغرام ديالكم شحال سيمو واصل دابا ديال الكريب اللي درنا ماشي بزاف لا مهم باش تشجعوا السيمو دخلوا عنده الانستغرام وديروا كريب سيمو 840 الناس وجدا كيشجعونا الله يعمرها دار الصراحه كيضامنوا مع بعضياتهم وكنطلب سيدي ربي يسهل على هاد وليدات الشباب اللي كاع اللي عاطل واللي جالس راه كاين ما يدار دير مثلا تيراميسو نعطيك غير مثال هادو تخدموا في الدار ودوزوا على المحلابات حطوا 10 حطوا 12 حبه 20 حبه يبيعوها لكم ما باعش ربي غدا يجيب جهه اخرى دورو كاين ما يدار بلانا زوينه خصني ديك الدفعه ديك الدفعه اللي بنادم كيقول لك لا ربما نخسر في المشروع حنا درنا توكلنا على الله والنيه كي قال الركراكي النيه سير على الله وربي غادي يكمل على خير الله يحفظك اسيدي القضيه ما فكرتوش ديروا لي بريزون مثلا اللي بعد عندنا الو مومو واه الو مومو راه عندنا شحال النمره ديال النمره ديالو هاي لتحت هاي لتحت شحال قول لي 07 انا ما كنشوفش من خصني قولي غير مورايا 07 07 08 08 98 24 31 قول لهم غير كريب سيمو كريب سيمو كيعرفنا واه كيجيو عندنا منين ومنين الحمد لله ديروا شي ليفريزون ديالكم نتوما باقي عاد كنشوف غيكون شي واحد حنا في طور هاد الفكره هادي ناقشناها انا والسيمو قال لي ان شاء الله غادي نشوف شي واحد غير من هنا الشباب اللي مثلا ها هي كروندات ها نشوفوا شي واحد ديالنا يكون خاص ديالنا الموتور ديالو يدير داك لابواط مورا علاش لا حتى هو يتنعش يترزق الله واه علاش لا مرحبا وشكرا لكم بزاف للالتفاته الزوينه اللي درتوها هاد المبادره اللي درتوها من عندكم وشكرا للسلطات اللي كتعاوننا اللي خلانا في هاد البلاصه واخا ما عنديش الرخصه باش نقول لكم هادي راه باقا ما خرجت الرخصه راني دفعتها شحال وشحال نطلب من سيدي ربي يعاونونا السلطات وتحيه للرئيس المجلس البلدي سي العزاوي وتحيه للناس اللي السلطات اللي كاع القياده القوات المساعده القوات المهم كاع كنشكرهم تبارك الله عليك الله يحفظك خاشو تي في والناس الكليان ديالكم واللي ما يعرفوكمش بغيت تقول لهم اللي ما كيعرفناش
حاولوا تدخلوا الانستغرام باش تعرفوا علينا وتعرفوا على داكشي اللي كنديروا. خصكم تذوقوا المذاق، ما واخا نشكركم خصكم تذوقوا وتشوفوا شنو كاين. وكنشكر شوف تي في على هذه الالتفاته اللي جاوا عندنا لهنايا وشرفونا، مرحبا بهم وشكرا جزيلا بعد الشباب اللي كيدعمونا، وشكرا لكم نتوما وجميع القنوات، خصوصا شوف تي في اللي التفت. يعني احنا ما قلنا لكمش اجي ولا، يعني نتوما جيتوا عندنا كليتوا عندنا شفتوا شنو كاين، نتوما راكم تيستيتوا الحمد لله. كي جاكم انا دابا نطرح عليكم السؤال، كي جاكم الكخيف؟ الله يحفظكم اسيدي، شكرا. كخيف سيمون 48، تحيه لولاد وجاده وجاده والنواحي، تحيه لولاد وجاده وشباب وجاده. شكرا جزيلا.